look at hands. Help. داك الشيء اللي وقع الصباح حنا كنا ناعسين ما سمعنا والو حيت هو ديما كيصلحها. هو خوه عنده خوه مشدود في الحبس حاكمين عليه بثلاث سنين، هذاك حتى هو كيصلحها ديما وهذا حتى هوايا حنا ديما كنطلعوا، ولكن هاد المره بزاف راه عنده 26 عام وهي عندها ديك 56 عام مسكينه. راه ليا تعيط للمدار هو اللي كان كيغوت من الشرجم، عاد هبطت واحد السيده لقات راسها برا ورجليها هنايا وسميتو مهرس لها الماء الفوق ومهرس الفازه. هادشي كله علاش؟ على قبل باش يكمي، ما عطاتوش الفلوس باش يكمي، بغى يكمي الحشيش فاق فاق مقطوع صافي وصلخا. هادشي كله دارته البليه، هادشي كدايرها البليه هادشي. وسميتو زعما حسن الحشومه اليوم عيد الحب وفي العود يعطيها شي ورده ويقدم لها شي يعطيها شي حاجه ديال الام ولا هذه جازيها بهذا الشيء. اليوم الجمعه والوقفه حرام عليه بزاف والله. كيقول لك مسطي ما مسطيش، حنا اللي عايشين معاه ما مسطيش بعقله بعقله. دابا هو فين هو؟ دابا هو هربان، دابا هو هربان. مشاو كيقلبوا عليه نيت البوليس وهي مسكينه رداوها للسبيطار، رداوها ل 20 غش. ايوا هادشي اللي عطى الله حشومه وعيب. اليوم زعما كاينه الجمعه عندها لا عائله لا اختي، عندها اختها في السلا كتجي مره مره، ولكن قابلينها واحد جوج الناس هنايا كيطلعوا كيقابلوها وداك الشيء. ماشي زعما اختها مسكينه ما عندها كي غادا دير، حتى هي راه عندها وليداتها حتى هي عندها راجلها. المهم راه كتجي عندها هنا مره مره، ولكن اغلبيه الدرب اللي مقابلينها وواحد جوج الناس هما اللي مقابلينها هنايا مسكينه. واش تقول في هذا الشيء اللي كيوقع؟ هذا الشيء خاص يديروا شي حل، يديوها لدار العجازه حيت دوينه ودوينه ودينا مشينا ديناها للمقاطعه وهضرنا وما داوها فينا ما حتى شي حاجه. هذا الشيء ماشي معقول. الحل الوحيد يديوها لدار العجازه على حقاش ولدها الاخر حتى هو في حاله غادي يخرج، ما بقى ليه والو، بقات ليه 3 شهور قالت لي 3 شهور وغادي يخرج. الاخر فايت ضاربها الكرشها بموس وضاربها اللي يديها هنايا مسكينه. مره طيبه درويشه بزاف والله ومريضه مريضه مسكينه. الحل الوحيد هو يحيدوها من هنايا ويديوها لدار العجازه حيت ما كاين معاها حتى حد، ما كيبات معاها حتى حد، هو اللي كيبات معاها. واخا حنا كنطلعوا كيطلعوا الجيران واحد جوج عيالات هنا مقابلينها كيطلعوا، ولكن ماشي في حال هي وياه ديما 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 كيضربها. كنطلعوا كيقول لك لا راه طاحت، راه جات عاد تشعل البوطه طاحت، هو اللي كيضربها ديما كيضربها. ولكن ديال اليوم راه بزاف حشومه، واليوم عيد الحب يوم زعما، واليوم راه الجمعه والوقفه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هادشي اللي غنزاد طلع. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.